مرحبا، معكم يحيى فلال في درس جديد سوف نتحدث فيه عن كيفية عمل دبل اكسبوجر على برنامج أدوبي بريمير. دبل اكسبوجر وهو تقنية دمج هذا الفيديو داخل هذا الفيديو. من أساسيات عمل دبل اكسبوجر هو أن تكون الخلفية بلون واحد، مثلا على سبيل المثال هذا اللون وليس أبيض، واخترته لكي أريكم بعض التقنيات. ليس أبيض لكنه يعتبر كلون أبيض، وهاته والحصان لون أسود. لا يهم الأوبجكت التي سوف تكون داخله هاته الصورة، لا يهم لون الأوبجكت، فما يهم هو الخلفية أن تكون بلون واحد. فدعنا نأخذ مقطع الفيديو هذا ونضعه هنا. أوكي، ببساطة نتجه إلى Effect Controls. أوكي، ونقوم بالذهاب إلى Opacity والذهاب إلى Blend Mode ونختار Lighting أو Screen. أنا أفضل Lighting. أوكي، فألاحظ أن عملية الدمج بدأت هنا، لكن يفضل أن تكون الخلفية أكثر بياضا، وذلك بالضغط على الفيديو الأول والذهاب إلى Color Limitry والذهاب إلى Exposure ورفع الاكسبوجر هكذا. دعنا نلاحظ الخلفية، لاحظ الخلفية كيف أصبحت أكثر بياضا. يمكننا أيضا الذهاب إلى كارز هنا وعمل هكذا. أوكي، لاحظ معي هنا، فجميل جدا. يمكن إزالة توجل انيميشن من على معي من على الاوباسيتي، وعمل هنا مثلا 60% هكذا. ثاني اقوم بعمل زوم ان هكذا، لاحظ معي. تعال نعود الى الفيس واختار من الاوباسيتي هذه الدائرة. ثاني اكبر حجم الدائرة مثلا هكذا، ابتداني اختار في هذه النقطة مثلا وهكذا، وارفع الفيدر مثلا الى 600 على سبيل المثال هكذا، ويصبح معي المشهد بهذه الطريقة. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الدرس.